حقق فريق الشرطة لاختراق الضاحية المركز الأول في بطولة الشرطة الدولية الثالثة لاختراق الضاحية، والتي تقام منافساتها في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من ديسمبر الجاري. وشاركت وزارة الداخلية في هذه البطولة وحققت المركز الأول على مستوى الفرق، وعلى صعيد المستوى الفردي حققت المركزين الأول والثاني. هذا وقد ترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في البطولة المقدمة خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المقدم خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام. في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير للفريق البحريني، ونود لو تحدثنا أكثر حول نتائج فريق وزارة الداخلية في البطولة الدولية والمستوى الذي ظهر عليه خلال هذه البطولة. السلام عليكم، يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة. نعم سلام. اول شيء طبعا انا حبيت ان يعني اتقدم بهذا الانجاز. نعم. اللي حققوه منسوب وزاره الداخليه في بطوله الشرطه الدوليه الثالثه لاختراق الضاحيه التي عقدت في قطر خلال فتره من 4 الى 8. نعم. واللي حقق فيها منتخب وزاره الداخليه على المستوى الفردي المركز الاول والثاني. نعم. وعلى مستوى الفرق المركز الأول إلى سيدي صاحب الجلالة. نعم. وسيدي صاحب الأمير خليفة بن سلمان، وسيدي الأمير سلمان بن حمد. نعم. وكذلك نهدي هذا الإنجاز إلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية. وكذلك نهدي الفوز إلى سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الذي أولى كل اهتمامه للرياضة الشرطية في البحرين مؤخرا، والتي انعكست على أداء العمل الشرطي بصورة عامة. نعم. كما نهدي هذا الفوز أيضا إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اتحاد البحريني لألعاب القوة، ونشكر الاخوان من ساهم معنا في تحقيق هذا الانجاز. حقيقه هذه البطوله هي البطوله الثالثه التي تعقد على مستوى الشرطه الدوليه. نعم. في نسختها الثالثه وكانت في الدوحه قطر، وحقق فيها انجاز غير مسبوق فريق وزاره الداخليه. نعم. بتحقيق المركزين الاول والثاني على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق المركز الاول. نعم. ولله الحمد كان جهود الاخوان واضح في هذه البطوله والذي اثمر عن تحقيق هذا الانجاز القوي. نعم، المقدم خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام، شكرا جزيلا لك.